شوف كقر ك ك يعني خطا انا اقريت انا وانت ممكن حسينا في خطا كلامي قال خطا، لكن السؤال الاحكام القضائيه لا تنبني على الشبهات ولا على القرائن، تنبني على الادله. انا لما يجيني النظام وانا رجعت للماده ما في شيء يتحدث عن لغه الشفاء. لما تتكلم بس بعد لما لما في بعض الكلمات باللغه العربيه ويكون رئيس اللجنه استرالي كيف استطاع ان يفسرها؟ هذه نقطه. النقطه الاخرى لماذا لجنه الاستئناف نقضت نقضت القرار؟ انا اقول لك ليش. استناد لجنه القيم والأخلاق استناد خاطئ جدا، لأنه ينبني على أنه يكون عقوبة إدارية بالكرت الأحمر وينبني عليها بعدين تقرير من حكم المظاهرات. لأن بعد إذنك أنا أقارنها بالضبط باللي صار مع نايف هزازي في الشباب في يوم كان يلعب بنادي الشباب، كانت قدام الرائد وقال نفس طريقة اللاعب سلمان فرج. يقول لك وكان هزازي ترفض الحكم مباراة فريقه أمام الرائد التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الدوري السعودي بألفاظ بذيئة ومهينة خارجة عن الذوق العام، ثم حاول التهجم عليه بعد نهاية المباراة وفقاً لتقرير الحكم. انتهى الحكم. طيب. كتب التقرير ماشي. أما الأشياء هذه أعطني خليني أقول لك، أعطني دليل. ومن حق الهلال ومن حق كل نادي أن يدافع عن لعيبته، وإذا كان هناك منفذ قانوني بامكان اي واحد يستغل. طيب المحامين في الاساس ايش يشتغلون؟ ابو محمد ماشي 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 بس سؤال تفضل. ليش تمت معاقبته دام ما في قرينه ولا في دليل؟ خطا. لا علشان كذا القرار بني على خطا. لجنه معليش وليش انا سؤال احنا تشتغل على شويه بس عبد الرحمن وليش وجدت عفوا ليش وجدت لجنه الاستئناف؟ اي معليش بس في اشياء عشان تاخذ القرارات. معليش مثل الاشياء اللي قالها الحين ابو محمد زين، قال انه في 1 2 3 الاستناد، هذا الاستناد على 1 2 3 4. طيب اللجنه اللي عاقبت لجنه الانضباط ما استندت على 1 2 3 4 اللي انت تكلمت عنه، معناه انه لا شغلها شغل عشوائي ولا هو شغل مبني على اسس. خلنا معناه انه من الاساس ما عاقبه. صحيح. طيب بالضبط صح. طيب هذا بريان تفضل. ليش انا اعاقبه بعدين استانف على عشان انقض عقوبه اصلا هي مش موجوده؟ طيب مش موجوده. طب ليش عاقبه؟ هو خطا كان. خلنا نسمع ابو ريان.